على هذه الإطلالة الجميلة راح نبدأ شرح شقتنا لهذا اليوم. عرضنا اليوم مميز في منطقة فليتلي. منطقة فليتلي غنية عن التعريف، إنها مقابل مطار طرابزون وأيضا بخدماتها. الخدمات اللي موجودة في منطقة فليتلي زي ما قلت لكم، مطار طرابزون قريب من الموقع، بالإضافة إلى المطاعم والمواصلات وأيضا السوبر ماركتات والكافيهات. ما ننسى أيضا إنه مول الفورم والميدان أيضا قريب من الموقع. العرض اللي بنصوره اليوم عبارة عن 3 أبراج سكنية، موجود فيها الخدمات، بوابة إلكترونية، بالإضافة إلى مواقف للسيارات وجراج تحت البناية اللي بجواري. العرض اللي بنصوره اليوم شقة في البناية اللي موجود خلفي، شقة 3 غرف صالة في الدور الخامس، وأيضا موجود زيها شقتين أخرى، يعني إجمال العرض اللي موجود 3 شقق. شقة نموذجية بتشوفوا إطلالتها بالفيديوهات الجاية وتفاصيلها، خلوكم معنا. وصلنا يا جماعة الخير الدور الخامس، شقة 3 غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع، في منطقة فليتلي. زي ما انتم شايفين انا الان متواجد في منطقة الكوريدور. يسارنا حاطين دولاب صغير خاص بالاحذية والعباد، نقدر ناخذ دولاب اكبر على حسب احتياجنا. منطقة اليسار عندنا تفاصيل الغرف، ويميننا الصالة والمطبخ. تعالوا مع بعض نتوجه الى المطبخ. أول ما ندخل المطبخ نشوف المساحة، مساحة المطبخ جيدة. عندنا دواليب خاصة بالمطبخ، لون خشبي، والأجهزة الكهربية راكبة وجاهزة، غسالة وثلاجة، طقم الفرن. الشيء اللي يميز الشقة كمان إنه تمديدات الغاز واصلة، التدفئة والطبخ والترويش كلها عن طريق الغاز الطبيعي. عندنا الواجهة الأمامية زجاجية بالكامل، النوافذ الفرنسية لو تلاحظوا كلها إطلالة كاملة على المدينة وعلى البحر، وفي مخرج كمان للبلكونة نشرحها من طرف الصالة. نتوجه من المطبخ إلى الصالة. زي ما تشايفين هذه الصالة مساحتها جيدة، موجود فيه طقم كنب، والأرضيات كلها باركيه، وعندنا طقم السفرة والتلفزيون، يعني طقم صالة كاملة، بالإضافة إلى مخرج البلكونة، المخرج اللي شرحته من جهة المطبخ. هذه هي البلكونة الأمامية التابعة للشقة. المكان أو البلكونة الرئيسية مساحتها جيدة، أقدر أقول 2 متر في تقريبا 5 أمتار، وجاية على شكل نص دائري، وإطلالتها المميزة على المدينة وعلى البحر، إطلالة رائعة جدا. نقدر نقفلها بالزجاج الشرايح، وهذا شيء اختياري، بس هم حاطينها من غير الزجاج. أجهزة التكييف موجودة أيضا. ما ننسى أيضا أنه موجود أجهزة التكييف في الصالة وفي جميع الغرف. نكمل تفاصيل باقي الشقة، تفضلوا معنا. بجوار الصالة عندنا غرفة رقم 1، لو تلاحظ حاطين سريرين فردية، وأيضا أجهزة تكييف موجودة مع الدولاب تبعها، والغرفة هذه لها بلكونة خاصة فيها. بلكونة إطلالتها من الجنب على البحر، يعني هذا البلكونة أيضا لها إطلالة بحرية،
وعندنا من الجهة اليسار إطلالة المجمع. نطلع من الغرفة هذه نشوف تفاصيل الشقة كاملة. منطقة الكوريدور لو تلاحظوا كلها باركيه مع الغرف والصالات، يعني الشقة كاملة باركيه. عندنا هنا يسارا دورة المياه الأولى، مقابل دورة المياه الأولى عندنا غرفة رقم 2. الغرفة الثانية هذه حاطين سرير فردي بالإضافة إلى سرير دورين مع الدولاب، يعني يكفي لثلاث أطفال. وعندنا الإطلالة تبعهم من الجهة الجانبية للمجمع. نجي هنا يسارنا دورة المياه الرئيسية التابعة للشقة، كمساحة لدورة المياه جيدة، وأيضا موجود مكان خاص لغسالة الملابس أيضا. وأخيرا نتوجه هنا لغرفة الماستر، يعني غرفة الماستر جاية على شكل بالطول، حاطين السرير بهذا الشكل والدولاب، يعني مرتب شوي مع الكومودينا، ولها دورة مياه خاصة فيها، دورة مياه متكاملة موجودة، كلوزيت أيضا مع المروش والمغسلة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن الشقة هذه، أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. بعد متابعتكم للفيديو أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.